بنظرة مستقبلية مستقرة، رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف مصر إلى بي. الوكالة أشارت إلى تراجع المخاطر المحدقة بالمالية العامة في مصر، كما توقعت انخفاضا ملحوظا في عبء الفائدة على الدين المحلي. وأشارت الوكالة أيضا إلى زيادة التمويل الخارجي لمصر بفضل الاستثمار الأجنبي في رأس الحكمة وتدفقات غير المقيمين وتمويل جديد من مؤسسات مالية دولية. رفع التصنيف الائتماني لمصر تزامن مع توقعات من قبل صندوق النقد الدولي بأن تصل معدلات نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% لعامي 2024 و2025، مدفوعا باستثمارات ضخمة في البنية التحتية وقطاع الطاقة. وفي أحدث تقرير له حول التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وأسيا الوسطى، أوضح الصندوق أن النمو الاقتصادي في مصر يعتمد بشكل كبير على الاستثمارات الهائلة في البنية التحتية والطاقة، وهي عوامل حيوية لدفع النشاط الاقتصادي. وقال الصندوق إن الحكومة المصرية انخرطت في مشاريع ضخمة تشمل النقل والإسكان والخدمات الأساسية بهدف تطوير البنية التحتية وتوفير وظائف جديدة وتعزيز الاستثمار. ومن بين هذه المشاريع يأتي مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومشاريع التوسع العمراني الأخرى التي أسهمت في ازدهار قطاع البناء، الذي بدوره يعزز القطاعات الأخرى مثل التجارة والصناعة والسياحة، مما يخلق تأثيرا مضاعفا يعزز النمو الاقتصادي بشكل عام. وتنفذ الدولة المصرية رؤية شاملة للإصلاحات الاقتصادية والمالية للعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية عبر حزم حوافز ضريبية والتوسع في منح الرخص الذهبية لتمكين القطاع الخاص. كما تسعى الدولة المصرية لتعزيز ثقة المستثمرين في القدرات المتنوعة للاقتصاد المصري من خلال بيئة أعمال متوازنة وكاذبة وأكثر تنافسية.